مين يقدر على الزعيم، مين يقدر على الهلال. الهلال السعودي بيتوج بكاس خادم الحرمين الشريفين بعد 3 ساعات لعب متواصلة، بعد ماراثون طويل، مباراة كان فيها طرد، مباراة كان فيها أهداف. الهلال بيرسخ عقدة النصر بعدم الفوز عليه في الموسم الحالي، بياكل الأخضر واليابس، بيفوز بالثلاثية في نسخة واحدة من دوري الروشن السعودي أو من الموسم السعودي السنة دي، بيفوز بالثلاثية، أرقام كتير بيحققها نادي الهلال بعد التتويج بالكاس على حساب العالمي النصر. عقدة كريستيانو رونالدو ما اتفكتش لحد دلوقتي، لا بالتسجيل ولا بالفوز على حساب النصر خلال الموسم الحالي. رونالدو هداف الدوري أو الهداف التاريخي للدوري السعودي، ما قدرش يسجل ولا مرة في نادي الهلال إلا كانت في بطولة نهائي كأس الأندية العربية، ودي يعتبر بطولة ودية، لكن في مباراة رسمية ما قدرش رونالدو يسجل في شباك الهلال في ولا مرة. كانت مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الفرصة الأخيرة للنصر إن هو يطلع الموسم الحالي في بطولة. المباراة كمان اتسهلت لنادي النصر بعد طرد 2 لعيبة من نادي الهلال، وكانوا لعيبة مهمة ومؤثرة زي علي البلايهي وخليدو كولوبالي، الاتنين مساكين الفرقة. نادي النصر معرفش يستغل الفرصة ديت، معرفش يكسب الهلال في أسوأ حالاته وبالنقص العددي. كان في طرد قبلها لنادي النصر، أوسبينا بعد لمس الكرة خارج منطقة الجزاء، لكن برضو فريق الهلال كان بيلعب بنقص عددي كبير زي 2 لعيبة مهمين. ياسين بونو بيتألق وهو بطل الكاس وهو صاحب اللقطة النهاردة بعد تصدياته في خلال المباراة وبعد التصديات الحاسمة في ركلات الترجيح، لكن ياسين بونو بيتألق في الركلة 6 و7 عشان يتوج نادي الهلال بالثلاثية ويتوج بكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة 11 في تاريخه والتانية على التوالي. لأول مرة بيكسب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التانية على التوالي في تاريخه بعد ما فاز بيها قبل كده 10 مرات، والمرة دي كانت المرة 11 في تاريخه. ألف مبروك لجماهير الهلال وهارد لك لجماهير النصر. لحد هنا انا وصلت معاكم لنهايه الفيديو اللي وصل معايا لحد هنا. اتمنى ازاي تشترك في القناه وفعل اشعارات الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول، وما تنساش لايك للفيديو، دعم ليا ودعم القناه. استنوا فيديو جديد. سلام.